يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم أستاذ شهادي حجازي. This video is directed to grade 11 student scientific and we are going to discuss the unit organic chemistry and the chapter elemental analysis. خلينا نعمل quick revision شو معنات organic compound. نحن بنعرف أنه organic compound is the compound that contains one or more than one carbon atom. يعني وجود الكربون اتوم بتدلني انه هيدا الكومباوند هو اورجانيك، عدم وجود الكربون بتدلني انه هيدا الكومباوند منه اورجانيك. عندنا اكسبشن تو ذا رول، مثلا شو معنات اكسبشن تو ذا رول؟ يعني ماده فيها كربون بس هي ان اورجانيك، يعني منها اورجانيك، مثل الكربون داي اوكسايد. سو اللي حكيناه لحديت هلا ولازم اعرفه انا كطالب. أول شغلة شو معنات organic compound؟ organic compound is a compound that contains carbon. وجود الكربون بدلني إنه هذا الكومباوند هو organic. عدم وجود الكربون بدلني إنه هذا الكومباوند inorganic، يعني منه organic. بس في عندي exception to the rule، استثناءات لهيدي الرول، إنه مثلا الكربون دايوكسيد فيها كربون بس هي تعد inorganic. طيب شو معنات elemental analysis اللي هو عنوان الدرس؟ elemental analysis aims to determine the nature of elements in an organic compound. يعني بدي أعرف نوع ال elements in an organic compound. يعني إذا عملت experiment وعرفت إنه الشوجر في بقلبه carbon, hydrogen, oxygen، بكون عملت elemental analysis. يعني elemental analysis هي experiment أنا بعملها بالمختبر، بتساعدني أعرف نوع الأتومز اللي موجودين بقلب compound. مثل هون الشوجر عرفت أنه مؤلف من carbon, hydrogen, oxygen. لما أعرف نوع الإلمنت بكون عملت qualitative analysis، يعني عرفت the quality of elements in a compound. الشغلة التانية and the number of each element present، وهيدي بنسميها quantitative، يعني بعرف قد ايه عددهم بكون عرفت ال quantitative study او عملت ال quantitative study. يعني اذا انا عرفت انه الشوجر مؤلف من كربون وهيدروجين واكسجين بكون عملت qualitative study لهيدا الكومباوند. بينما اذا عرفت انه هو C6H12O6، يعني جبت المولكيولر فورميلا لهيدا الكومباوند، بكون عرفت quantitative study. والquantitative study مع الquantitative study بيعملوا لي الelemental analysis. يعني إذا بدي أعمل summary، الelemental analysis هي experiments نحنا بنعملهم باللاب، هن 2 parts. أول part منهم بنسميه qualitative analysis اللي هو بخليني أعرف نوع الelements اللي موجودين بقلب الكومباوند أو نوع الأتومز اللي موجودين بقلب الكومباوند. مثل ما حكينا الشوجر عرفت من خلال experiments إنه هو مؤلف من كربون هيدروجين أكسجين، هيدا بكون عرفت نوع الأتومز، يعني عملت qualitative analysis. بينما إذا عرفت عدد الأتومز اللي موجودين، يعني إنه الكربون في منها 6، الهيدروجين في منها 12، الأكسجين في منها كمان 6، بكون عملت quantitative analysis. والquantitative analysis مع الqualitative analysis هن elemental analysis. وهلأ خلينا نشرح شوي عن الqualitative elemental analysis. أول شيء كيف بنعمل identification for hydrogen gas؟ يعني إذا أنا عندي هيدروجين غاز باللابوراتوري كيف بعرف إنه هيدا الغاز موجود؟ أول شيء بعمل approach an ignited splint to a gas to be tested. يعني بجيب مثل كبريتي والعة وبقربها من هيدا الغاز. إذا سمعت pop sound يعني هيدا الغاز هو هيدروجين غاز. If a pop sound is heard this gas is hydrogen gas. So بجيب كبريتي والعة من بقربها من التست تيوب اللي أنا شاكك إنه في بقلبه هيدروجين غاز. إذا بسمع بوب ساوند يعني هيدا أكيد إنه عندي هيدروجين غاز. إذا نفسه ذاته الكبريتة ولعت بزيادة يعني عندي أكسجين غاز. يعني أنا حقدم كبريتة من التست تيوب، إذا هي الكبريتة ولعت بزيادة يعني الغاز اللي موجود هو أكسجين غاز. بينما إذا هي الكبريتة سمعتني بوب ساوند، هيدا دليل انه هي في عندي بالتست تيوب هيدروجين غاز. اوكي، سو ايدنتيفيكيشن تيست اوف اوكسجين غاز او 2
approach an ignited wooden splint into the gas to be tested. If the splint reignites and glows more, this gas أكيد حيكون هو هيدروجين gas. ليه؟ لأنه الهيدروجين gas هو شيء أساسي بالcombustion بعملية الاحتراق. يعني أي مادة بدها تحترق بدها تولع بدها أكسجين gas. والدليل إذا حدا كان لا سمح الله عم يحترق، أول شغلة بيعملوها بغطوه بحرام، أكيد مش ليدفوه، يعني عم بغطوه بحرام ليقطعوا عنه الأكسجين gas. So اللي استفدته من هيدي البيج وبدي أفهمه، أنا عندي طريقتين لأكشف وجود غازين مختلفين. أول طريقة بقدم wooden splint بتكون والعة ignited من test tube. If we hear a pop sound بيكون عندي hydrogen gas بقلب test tube. بينما if it lights again and glows more يعني بتولع بزيادة بيكون عندي oxygen gas. كيف بكشف انه a compound في بقلبه كربون؟ أول شيء بعمل له عملية اسمها pyrolysis. شو معنات pyrolysis؟ Pyrolysis is the decomposition of organic compound by heat in the absence of air. يعني بجيب compound اللي بدي أعرف إذا فيه كربون ولا لا، بقطع عنه الهواء، ممنوع يكون عندي بالإكسبرمنت هواء لأنه هي should be in the absence of air، وبولعها وبعمل لها decomposition يعني بخليها تتفكك. لما تتفكك إذا عطتني black powder يعني هيدا الكومباوند في بقلبه كاربون، إذا ما عطتني black powder يعني ما في بقلبه كاربون، وهيك بستنتج إذا في بقلبه كاربون إنه هو organic compound. يعني حارجع عيد شو بعمل، لأعتبر إنه أنا بدي أعرف إذا السكر في بقلبه كاربون ولا لا. بجيب السكر بحطه بجرة، هيدا الجرة أو بفلاسك، هيدا الفلاسك بقطع عنا الهواء يعني ممنوع يكون في بقلبها هواء، وبسخن تحت هيدا الفلاسك. ساعتها هيدا الشوجر حيعمل عملية اسمها pyrolysis. pyrolysis انه هو حيتفكك يعمل decomposition in the presence of heat بس in the absence of air، يعني بده يكون في عندي حرارة بس ما عندي هواء. إذا هيدا الكومباوند اللي هو لنعتبر انه هو الشوجر أعطاني بلاك باودر يعني هيدا الكومباوند في بقلبه كاربون، وإذا في بقلبه كاربون يعني هو أورجانيك كومباوند. وفي طريقة تانية أعرف إذا هيدا الكومباوند في بقلبه كاربون ولا لا، هي سيمبلي إني أحرق هيدا الكومباوند. أي شيء نحن بنحرقه بنعرف بيتحول لرماد أو لبلاك ديبوزيت. وجود البلاك ديبوزيت بتأكد لي إنه هيدا المادة فيها كاربون. إذا ما في بلاك ديبوزيت هاي المادة ما بتكون فيها كاربون. So if the incomplete combustion of a compound occurs and a black deposit is formed يعني طلع عندي black deposit، this deposit بيكون carbon وهذا الكومباوند شو بيكون organic. يعني simply بولعه، إذا أعطاني black deposit ساعتها بيكون عندي carbon، وإذا ما أعطاني black deposit ما بيكون في عندي carbon. طيب بس شو معنات incomplete combustion؟ يعني في الكومباستشن هو نوعين complete و incomplete. الcomplete بيكون عندي excess O2، بينما الincomplete ما بيكون عندي excess O2، بيكون الO2 موجود بكمية قليلة. يعني هون لأعمل هيدي الاكسبرمنت وكونه عم بيقلي the incomplete combustion لازم يكون الO2 موجود بكمية قليلة. لاستنتجنا لأكشف وجود الكربون بدي اتذكر اللون الأسود. اوكي يعني هلأ عم بعمل summary للبيج مثل العادة، يعني لتذكر بدي اتذكر انه لأكشف وجود الكربون بدي اتذكر اللون الاسود. ليه؟ لانه عندي طريقتين، يا باخد هيدا الكومباوند بسخن تحته in the absence of air، اذا طلع عندي black deposit يعني هيدا الكومباوند في بقلبه كربون. طريقة تانية اني ولعه لهيدا الكومباوند بس ما يكون في عندي اكسجين كتير اللي هي incomplete combustion، او يكون عندي اكسجين كتير يعني اللي هي complete combustion لما يكون الاكسجين in excess. كمان اذا عطاني black deposit بيكون هيدا الكومباوند في بقلبه كاربون ويعني اكيد هو organic. So بس لذكر انه complete combustion بيكون عندي excess O2، incomplete combustion بيكون عندي limited amount of O2 يعني كمية الـ O2 بتكون قليلة. خلينا نشوف هيدا الـ experiment.
نحن عم نعمل complete combustion of ethyl alcohol اللي هو C2H5OH اللي هو الإيثانول occurs according to the following equation. يعني الإيثيل الكحول هيدا حيتفاعل مع الأكسجين غاز يعطيني كربون دايوكسيد ووتر فيبر. هي العملية اسمها complete combustion، يعني in the presence of excess O2، يعني كمية الأوتو بدها تكون كبيرة و in excess. So شو بعمل؟ بجيب فلاسك مسكرة بحط بقلبها إيثيل الكحول بوجود كتير أوتو، يعني لاحظوا هون موجود عندي أوتو، وببلش احرقهم. لما يحترقوا حيعملوا هيدا الايكويشن، يعني الايثيل الكحول حيتفاعل مع الاوتو اللي هو ان اكسس ليعطيني كربون دايوكسيد ووتر فيبر، بس نيناتهم بدهم يكونوا غازات، يعني حيعطيني كربون دايوكسيد غاز ووتر فيبر كمان غاز. ساعتها حيمرق الكربون دايوكسيد غاز والووتر فيبر غاز من هون ويوصلوا لوين؟ لهون. هون حيكون عندي حاطين تلج، تلج بتخلي الووتر فيبر شو تصير؟ ليكويد. بس الووتر فيبر بتصير ليكويد بينما الكربون دايوكسيد بيضلوا غاز. سو الووتر فيبر بتصير ليكويد وبتنزل الليكويد لهون، هون بيكون عندي انهيدروس كبر سلفيت لونه ابيض، يعني الكبر سلفيت CuSO4 اسمه انهيدروس كبر سلفيت بيكون لونه ابيض. بلاحظ انه بمجرد ما نزلوا نقاط المية اللي هون بصير ازرق. هيدا الانهيدروس كبر سلفيت بيكشف وجود المي. كيف يعني بيكشف وجود المي؟ انه هو لونه ابيض، اذا تحول لازرق يعني عندي مي. اوكي سو هعيد الاكسبيرمنت مثل ما حكينا، حطينا هون ايثيل الكحول، حطيت O2 ان اكسس وولعتهم، اكيد الO2 والايثيل الكحول حيتحولوا لكربون دايوكسيد غاز ولا ووتر فيبر. الكربون دايوكسيد والووتر فيبر حيمرقوا هون بهيدا الدليفري تيوب، اوكي حيوصلوا لهون على التلجات، التلجات بيحولوا لي الووتر فيبر من فيبر لليكويد. هيدا الليكويد بينزل على الانهيدروس كبر سلفيت، الانهيدروس كبر سلفيت لونه ابيض، لما ينزل عليه نقاط المي بصير لونه ازرق، يعني الانهيدروس كبر سلفيت in the presence of water حيتحول من ابيض لازرق، وهيدا دليل انه عندي مي. اوكي؟ بينما بالدليفري تيوب الباقي حيكفي الكربون دايوكسيد لانه الميات نزلوا هون، اللي ضل عندي موجود هو الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد بروح على تيست تيوب تاني في بقلبها لايم موتر، ونحن بنعرف انه اللايم موتر in the presence of carbon dioxide it will turn turbid، يعني it will cause the turbidity of lime water. الكربون دايوكسيد will cause the turbidity of lime water. طيب نحن شو استفدنا من هيدا الاكسبيرمنت؟ أول شيء خلينا نتفق على نقطتين. النقطة الأولى إنه اللايم ووتر هي لونها كلير، بتكون مية عادية، بوجود الكربون دايوكسيد بتقلب تربد، يعني I can identify carbon dioxide، بقدر أكشف وجود الكربون دايوكسيد using lime water. يعني اللايم ووتر هي وسيلة بتخليني أعرف إذا عندي كربون دايوكسيد ولا لا. تاني شغلة إنه الأنهيدروس كبر سلفيت اللي هي CuSO4 لونها أبيض، بوجود المي بصير لونه بلو، يعني هي بتقدر تساعدني اكشف وجود المي. اوكي انا ولعت الايثيل الكحول بوجود الاكسجين ولعتهم، هلا المفروض يعطيني غازين. اول غاز هو الووتر فيبر، حيمشي الووتر فيبر هيك يضهر بالثلجات يصير ليكويد ينزل لهون، الووتر مع الانهيدروس كبر سلفيت اللي لونه ابيض حيصير لونه ازرق، وهذا دليل انه عندي ووتر. كونه أنا عندي ووتر اللي هي H2O. أوكي؟ طيب الأو جاي لنعتبر من الأوتو، مش نحن حطينا هون أوتو. طيب هيدا الأتش منين جاي؟ هي جاي من الأورجانيك كومباوند، يعني أنا هيدا الكومباوند اللي عندي إياه اكتشفت إنه في بقلبه هيدروجين من خلال هالإكسبرمنت. كذلك الامر اعطاني احتراق الايثيل الكحول كربون دايوكسيد. ليه اعطاني كربون دايوكسيد؟ لانه خلت اللون اللاي موتور تصير تربت. كونه اعطاني كربون دايوكسيد، الاو جاي من الاوتو، بينما هيدي الكربون من مين بدها تكون جايه؟ اكيد من الكومباوند، وهيدا دليل اني كشفت انه هيدا الكومباوند في بقلبه كربون. بعتذر على الاصوات بس صراحه عم يشتغلوا حد بيتنا كتير ومش عم بقدر سجل صاري كم يوم، بس انا قلت اليوم هيدا الفيديو بدي سجله حتى لو كان فيه شوية اصوات، سو بعتذر على الاصوات.
So let's read. The flame is bright. إذا لون الفلام أزرق يعني هذا الكومبشن هو complete وبكون الأكسجين غاز in excess. During the combustion طلع عندي two gases. Carbon dioxide gas of molecular formula CO2, water vapor of molecular formula H2O. ومثل ما حكينا انه الكربون دايوكسيد is identified using lime water and it causes the turbidity of lime water. وبدي احفظ الاكويشن بين الكربون دايوكسيد واللايم ووتر انه كربون دايوكسيد plus lime water حيعطيني كالسيوم كربونيت ووتر، وهيدي المي مع الكالسيوم كربونيت هي لما يكون lime water تصير turbid. بدي احفظ هيدي الاكويشن. The turbidity of lime water is due to the presence of calcium carbonate CaCO3. بما انه الـ complete combustion of ethyl alcohol اعطاني carbon dioxide يعني هذا الكومباوند في بقلبه كربون وهو organic. وكمان الـ complete combustion of ethyl alcohol اعطاني water vapor يعني هذا الكومباوند في بقلبه hydrogen element. To identify water vapor شو علي اعمل؟ اول شيء بعمل له condensation يعني برجعه to the liquid state. كيف برجعه to the liquid state؟ بالتلجات اللي انا حطيتهم، يعني انا حطيت التلج قصدا مشان الwater vapor ترجع water liquid، وبرجع بحط anhydrous copper sulfate. لما احط الanhydrous copper sulfate لونه white حيتفاعل مع الميات ويعطيني hydrated copper sulfate اللي لونه blue. بدي احفظ هيدي الاكويشن. اوكي، يعني هيدا الكبر سلفيت اسمه انهيدروس كبر سلفيت لونه وايت، لما انا احطه بوجود المي حيعطيني بلو هيدريتد كبر سلفيت. اوكي، وهيدا الاكويشن بتكون للحفظ. وهيك بيكون خلص الفيديو، ويعطيكم الف عافيه. بهيدا الفيديو نحن تعلمنا كيف نعمل ايدنتيفيكيشن للكربون وللهيدروجين من خلال الكربون دايوكسيد والووتر فيبر. إذا عجبكم هيدا الفيديو في غيره لهيدا الفيديو كتير، في منهج الـ LS والجي اس كاملا مع اكسرسايزز على الأوميجا أب. هيدا الأب منا فري، إذا بدكم تعملوا سبسكريبشن تواصلوا معي على هود الكونتاكت ليست، وأنا بقلكم كيف تعملوا سبسكريبشن، والبيمنت هي عبر الـ OMT، وأكيد بشوفكم بفيديو جديد. يعطيكم ألف عافية. فيديو اليوم خلص، إذا عجبكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل، وبشوفكم فيديو جديد.